يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يؤلف في السير ثم يصور مواقع الغزوات والمعارك التي حصلت، معارك بين المسلمين والمشركين، كذلك ما حصل في زمن الخلفاء الراشدين، هل يعد هذا من البحث عن الآثار؟ لا، هذا يحدد لك مكان المعركة وموقعها، ما في بأس إن شاء الله. هذه خرائط مثل الخرائط. نعم.